السلام عليكم الدراري ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا الدراري ديالنا اللي تيديروا الزبوني تنقول لكم شكرا بزاف. الدراري ديالنا اللي تيديروا ديك الكومونتير تنقول لكم تحياتي، لانه حق الله نهضر معكم بصدق وبلا لغه خشب. باش تدخل ادماج السجين فصعيب اخويا، ماشي تنهضروا باش ضربنا الحبس باقيين صغار. عاوتاني علاش قلت لكم هاد القصة هادي ديال اليوم؟ قلتها لكم ملي شفت واحد امين طومبو ماشي تيبكي هاديك البكية تنعرفوها كاملين تنبكيوها ديال الرجال. شت الدراري تقهرو، مشيت لشي بلايص اليوم وحق الله العلي العظيم والدراري تهلاو فيا بياسات كدا هادي الله يرحمهم الوالدين. وتحية لخويا بلساقة وحافظ بلساقة با حافظ، والله يخلي لك وليدك، والله اشرف الله يخليه لك، الله يخلي لك بنياتك. لانكم عاونتوني حيت يومين ما درتش الحلقه حيت ترس لي التليفون وجا السيد وصايب لي التليفون. شكرا لك في اجماع الساجين، فتحياتي لك، فتحياتي لك خايب نساقا اللي هو من الاداره العامه، وتحيه للناس ديال الحموشي، تحياتي لكم كاملين. علاش انا ما عمرني في حياتي شكرت البوليس هما اللي داوني الحبس، ولكن ماشي هما اللي داوني، انا ديت راسي. كاين الامن والامان كاين في المغرب، نقول ليه شكرا للحموشي. بدل شحال من حاجه نقول ليه شكرا للحموشي، شحال من حاجه كنا فوقيتنا تبدلات، مابقاش بنادم تيقدر يديرها، شكرا للحموشي. البنات دابا تيخرجوا بالليل مرتاحين وتيدخلوا مرتاحين، شكرا للحموشي. حنا كسجانا ما تيبقاوش لينا البلانات، كان واحد الوقيته تيقول لهم فلان ديالو فلان وتايبينو بينو عيب، تيبقى لك البلانات تمشي تضرب عند الحبس، شكرا للحموشي. حيد البلانات، تيقول لهم مين يكون عندي واحد بلان ديرو بعد حتى تلقاو عندو عادو. اليوم القصة ديالنا ماشي قصة، على السجناء تنبكيو كاملين. علاش تنبكيو؟ تنبكيو الحياة، الحياة دمراتنا. الوقيته اللي بنادم كان تيفيق في الصباح وتيمشي للمدرسة هادشي درناه لراسنا، ماشي هي تنعاودو، القضاء وقدر. الوقيته اللي بنادم كان تيمشي للمدرسة حنا وحق الله راه حنا دابا في الكاشو، تصور واحد غير للمدرسة وانت في الكاشو 1997 في الكاشو، ما عندك لا ماكلة لا والو، لا غطا لا والو. هذاك الشيء اللي حط تحت منك باش عليه اللي تنعس عليه هما الخبز، تتبقى تجمع الخبز تجمعو 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 تنتبه اللي تنعس عليه. فهاد الحياة ديالنا حنا اللي دوزنا، حنا اللي بغينا راسنا، ولكن ما كاينش واحد المساعدة لي انا الامين طوبو الكريعينا عبد الرحمن البوبكر صحاب المحتوى السجون كاملين، الدراري خميسات جومبو الدراري كاملين. علاش هما دايرين هاد المحتوى؟ ما درناش باش نتسابو حنايا، لا درناكم باش تحبونا كاملين وتحبونا بصدق وتستقبلونا في الحياة الاجتماعية بصدق. هذا دار موجه للمشاهدين، وتنوجه خاصة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وتحياتي لمولاي الحسن اللي هو خونا تنسميه خونا هاد الساعة، نموتو معاه ونحيو معاه، وربي اللي تيعلم بهادشي الصدق تيعلم به الله. فحنا تنتسناو من سيدنا الله ينصرو. تتسناو تقولوا الجم، نقول لكم واحد القضيه وحق الله الضحك ولا تشبه. تبقى نجلس في الدار بعد المرات تفيق الصباح والله ما تلقى حتى خبزه، اقسم بالله خبزه خبزه ما كايناش. نخرج حيت ما يمكنش ليا انا نمشي من النوع اللي يمشي عند الحانوت كذا. كاين واحد مول الحانوت عزيز عليهم محمد، اقول محمد مولحو تعرفوا ولا الدوار والله عمر هذا، هذاك اللي يجي يحسب لي الخبزه اللي عطاني في 4 سنين خصني نعطيه 10 المليون كل اسبوع خبزه فابور. حنا ماشي تنعاودوا باش نطلبوا بنادم، ما تنتسناو من توا شي حاجه، تنتسناو من الله عز وجل. ومازال ابوني ديال الله غاتجيو، ومازال حنا تنتظرو وعارفين غيجي رزق الله ان شاء الله. اسمع، تمشي عند مول الحانوت ناخذ خبيزه، تمشي عند مول الحانوت الاخر شي فرماجه، تمشي عند لا فهمتيني. ولكن عجباتني الحياه بحال هكا، كون درتها شحال هادي كون ما نضربش هادشي تلعب. انا اللي ما بروفيتيش في الحياه، كذلك امين طومبول مشوشار كرعينا كدا، جانا الصغر من شينا للحبس جاتنا بحال شي حومه كبرنا فيها، حومه فيها ولاد سلاف فيها ولاد كازا فيها ولاد الرباط فيها ولاد كدا فيها ولاد كدا فيها ولاد مجموعه حومه وحده. كنا تنتعاملو كاملين على احسن معامله، كان بيناتنا نزاعات وكاين كدا وهادي والمشاكل. نعاود لكم واحد المشاكل، حنا ملي كنا صغار كانت عندنا 15 عام، ملي تتشوف موطا
ولا تيجي لدري صغير في الكاشو تيخرجو تيديه لدري كبير في شومبري اخر حيت خينا بزاف في النظره ديالك هادشي بغيتي نعاود ليك. حنا ديك الساعه كنا صغار كنت نتألمو وما تنفهموش ولا هضرنا تنخرج الفلاقه. نعاود لك قصه. واحد النهاريات فايق بالليل ما نعستش مع ثلاثه الليل تيبان ليا موضه لوا كيما تنقولوا ليه من الناس اللي تيبغي الدري الصغار داز النوع ده النوع الشوديره داز وهذاك الدري اللي يجي معاه ماشي من عندنا ماشي البيبي من دوزيام بيبي جابوه ويدخلو دخلوا للشوديره دخلوا للشوديره انا عرضت عليه شي حاجه باق باق سالو خرجوا نطلقوا الشجر ماليها لا تبيضوا شحال فيها مشيت لبلاصتي حتى في الشومبر كاينين البركاكه مشيت بلاصتي داك الموظف ما هضرش داز 3 ايام 4 ايام 5 ايام واحد النهار بليل حيت الموظف كيشتا بالليل شنو دار جاب لي الشومبر السلام عليكم السلام كلشي خرج لابي عارفني هو قال لي البركاك اجي انت اخويا زيد خرج فرق عيني ما عرفتوش علاش والله ما عرفتو حتى هو اللي دا داك خينا قولي حيت بلا ما نشوفوش حتى سلامي من العصا ديال بصح ويقول لي وطلق الدجاجه لماليها تما عرفتو ما قلت لي انت مول الدجاجه بماليها وانا غدا الصباح المدير وكدا وهادي تبقاو حتى المدير معاه كلشي كلشي مع بعضياتو ديك الوقيته اللي دخلنا حنايا يا اما تعقد سير ثلاث سيوارا يا اما تجيبها في راسك بحال واحد النهاريه تنعاود لكم وهادي راه عارفين السجانه واحد النهاريه في الشومبري بالليل دخل واحد ثلاثه الدراري واحد الدري لقى ولاد حومتو واحد الدري لقى ولاد حومتو ولاد عليهم بيعات واحد الدري لقى ولاد حومتو ولاد الواد مشى لعندهم واحد ما قال حتى واحد حيت الواحد هذا ولد وزان جالس بوحدي مع ولد الدري زوون واحد الدري قال لي جي طريح معانا ما عشتو قال لي طريح معانا عرفتو مع داك خينا عند برهوش وباسل بلا ما نبقاو نذكرو ودخلو عندو لبلاصتو شنو دارو ليه صافي طيبو الجميله كدا محتو الجميله ومشيو لبلاصتو ويديرو فيها واحد ربيع طروزينه عيطو لي جيت تاكل بلاصتو وهي كروزينه واحد فيهم راجل تيصلي معايا جا عندي قال لي راه بلاصت خونا دارو فيها روزينه بغاو تينعس ويديرو فيه داكشي اللي ما تيبغيش الله كاين صافي خليهم مشي شنو درت انا مشيت لبلاصتي نعس وجدت جوج فراوه هنايا كاين عندي واحد الخط وهنايا كاين عندي واحد الخط وانا تنقول هادشي بوجهي كدا وهادشي كاين عندي جوج خطوط في يدي الخطوط نقول لكم ديالاش وصلت ثلاثة الليل ربعة الليل تا تيبان ليا مع كاين القنادل كواشي يتحركو شنو درت انا مشيت تحت بايصي مع كان بايص فوق بايص مشيت تضربو تحت البايص ديالو ما سمعونيش فقد ناس تحت البايص وخليتو تقول صاحبو نوضو دابا تقول لي بلاتي تينا سجو واش نوضو دابا بلاتي تينا سجو واش نوضو وحتى قال لي الله صافي شنو دير ما تنوضو ما والو هاكا حيدو لي السماع حيدو لي السروال ما خرجت اليوم من الكربه من تحت منهم تط 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 ها هو واحد جوج شراطي في يدي علاش جوج شراطي ملي بقيت تنضرب بغيت نحيد الفرا وما بغيتش تحيدو لي يدي زوج وراك تط ضربو جري الدري مشيت لبلاصتي جاو الموظف خرجونا مشاو عند المدير المدير سولو سؤال واحد قال لهم علاش ضربكم قال لي لا قال لي علاش ضربكم هما يسامعهم قال لي ما ضربنا ماشي هما اللي ضربنا ضربنا راسنا مشاو للكاشو ضربت فيها انا الكاشو هادشي تنعاودو لكم ماشي باش نبينو لكم حنا ابطال كنا في السجون كنحمد الله ونشكرو شي ناس دوزت معاهم الحبس علموني شنو هي الحقره خصها ما تكونش ولا ما حقرتيش على عباد الله ربي تيسلك الامور وسط الحبس ولا ما تعديتيش وجبرتي بخاطر البنادم وضحكتي بابتسام صداقه قدام الانسان اللي في الحبس والله اخويا بحال واحد خينا عاوتاني ارشي ملياردير وانا ما عرفتوش دخلوا لي بالليل جابوا لي الشومبري في حيدة راه مشاو شري يقدر يعاود هادي جابوه ليا هو يريح تندير فيه كومبلي الصباط ديالو داير ليه بحال البلغة خرج للطواليط غسلت وجهي واحد الساعة شتي يشوف التليفون ديالو قلت له خويا عاد جابو قال لي قلت له اجي دخل عندي دخلتو عندو لبلاصتي هاني الأمور عطيتو الصابونة عطيتو حوايجو كدا هادي لا يمشي سير دوز الفوطة دوز ودوش ارتاح كلاس بقيت يشوفها في التليفون كنت بغيت تهضر قال لي دورت المرات وهي ردها فوق وانا الو السيدي قلت لها لا راجلك هو بالعب تقول لها راجلك احسن احسن قصر في العالم راجلك ما تسولي فيه ما والو ما انا دابا ما بقاي ما عرفوش غير شي مردي ما والو ما تسولي فيه اللي خاصو نعطيو ليه تحياتي حيت بان لي راجل مزيان بسلامه قلت يا راجلي ونعطيها راجلها مشيت تيهضر مع مراته وانا نخرج
تنضحك مع الدراري برا، خليتو تيهضر معاهم على الانفراد، حيت كاينين شي مبادئ الدراري وسط الشجون، وكاينين الدراري اللي فهمتي اخويا عمي كدا، هادوك خرجوا على راسهم. هضر مع مراتو سالينا، دخلت هاني الام لقيتو تيبكي، مالك؟ قال لي انا واحد المشكل كدا هادي. قلت له مرحبا بك، عطيتو كاشه مازابيل كدا كدا. شويه تنشوف التليفون تلقى فيه جات فيه شي 600 درهم ممكن. قلت لي لا، قال لي لا ماشي مشكل، هذا باقي ما عرفتوش. ناسنا عطيتو بلاصتي، ناس في لاكار، ما يمكنش نحيد شي واحد من بلاصتو. واخا الدراري قالوا لي لا، قلت لهم لا، عطيتو بلاصتي نعست نعست. غدا بالصباح تيجي شي 60 موظف مع 7 الصباح، واسمح لينا مولاي يشرف وما يخرجوه، خرجوه مالو هذا عامل، عامل كتفرغ ليهم الفلوس، هذا عامل بلا ما داعي لي ذكر سميتو وعرف سميتو، عامل عامل عامل، عرفتي شنو عامل؟ عامل خرجوهم يدوه ويدوه لواحد الكارتي ديال الاغنياء. نهار كان زاير هو يقول لهم عيطوا لي الجو، جيت لعندو طنطن واحد طليه في الكانتينه مسكين 10000 درهم، ولكن باقي الصداقه ديالنا ما شفتوش دابا وكذا، وما يمكنش ليا نمشي بحال واحد الدري حسن، حسن ولد قنيطره، ولد القصبه حسن. يا خويا حسن نعم الرجل، يا خويا حسن، حسن حسن اللي كان تيهز نا حسن. علاش نقول لكم على المساجن؟ ما تشوفش المساجن هذا هاد الحسن هذا بزناد، بزاز عطاتو الوقت، هو الواحد خوتو كان يتشدو وما تشدش شي 10 سنين ولا 12 عام. حسن تيقلبوا ليه ما تعرفوش شكون هو حسن، حسن تيعطي الفلوس تيعطي البزنازة الشناقة الحشيش ما تعرفوش البوليس شكون عطاه ليه، حسن تيدبر على كلشي الجوندارم كلشي ما تعرفوش شكون اللي دبر عليهم. حسن نهار دخلت للحبس القنيطرة هو اللي لقيتو، انا ما تعجبنيش شنو دار معايا، لا تعجبني شنو دار مع الناس ديالو ماشي ديالو، ما كاينش اللي ترجع عنده ما عندوش. بحال واحد الدري صابر وطني ولد العريش تنسب الجهلي التحيه، بحال واحد الدري يوسف كان رئيس جماعه، ناس ناس تيديروا الخير وسط الحبس. ما معنى راه كاينين عباد الله ما تاكلش ما عندها الدري والو، لا ماكله لا والو، الا ما جاوش دوك الناس وهزوا لهم الاقتصاد وكذا تيجيو عندهم نيشان، تيخرجوا من كذا اللي ما عندهمش تيجيو عند هاد الناس هادو. حسن القصبه، حسن القصبة اللبان، حسن تحياتي لك من القلب، وتحياتي للنعيمة، وتحياتي لسوفيا، وتحياتي لصابر وطني الله يطلق سراحك، وتحياتي لهادو اللي تنهضر عليهم. هادشي الكلام كامل علاش نوجهو؟ تندخل معنا الناس داخل السجون، وتنوجه هاد الهضر ديالي أمين طومبو المشوشر بو عميرة حسن، قولي علاش كري عينا عبد الرحمن كلشي قولوا لي علاش، لأن حنا درنا هاد المحتوى هاد علاش؟ باش نكونوا على حسن الظن ديال المشاهدين، حنا ما تنطلبو حتى واحد نسقروه، حنا لا. حنا تنعطيو قصص من حياتنا، قصص اللي تعذبنا فيها الساعة اللي كان بنادم كان تيدوز البحر، حنا عينا بحر، حنا كانوا دايرين لي واحد البيسين واعر سميتو الحفرة، تيدخلوك تما تتشوف ألاب أبا لهب تتشوفو بعيني، أويلي فوطيطة وكاشونوار، كاشونوار ويلي 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 ويلي، تتخرج من الكاش الكاشونوار، درت فيه عرفتي شحال 3 شهور، خرجت منه والله ما بقيت تنشوف، شي 3 سيمانات ما نقدرش نشوف في الشمس. انا تنعاود لك هاد الشيء هذا بار هيت ندخل لك في كل شيء، حيت واحد النهار نعاودو في القصص. انا علاش نقول لكم ديروا تحياتي للناس ديال السجون ديال المحتوى السجون، عاونوهم. وهنايا تنقول لكم بان كاين واحد خينا تيدير واحد القناه وتبقى يهضر ويسب وحيد ويسب عبد الرحمن ويسب كذا، خويا حنا هضرنا مع الدراري كامل، راه حسن بوعميره، راه المشوشر، راه كريعينا، راه عبد الرحمن، كلشي كان ما بقاش عندنا هادشي في هاد المحتوى. حنا ما تنسبوش بعضياتنا، شتي هذاك اللي تيسب اقسم لكم بالله الدراري اللي تيسب راه ما مدوش وما مدوش داكشي ديال ولاد الناس داخل السجون. خليني منعس بنادم تحت البياض، بنادم جاودة، لا 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 لا، حنا كنا تنعاملو ولاد الناس، كنا كنا ما كانش التلفاز عند شي واحد الشومر يمشيو ناضلو وتاكل فيها فرشيخة، ولا الا كانت شي حاجه بالفلوس تتمد الموظف باش يجيب لواحد اخر. حنا سمينا راسنا مناضل وعندنا الحق، علاش؟ حيت في الاخر حياتنا كامله اش كيدوزناها، هادي هدية ليكم، وهادي هي الناس ديالنا كاملين، وهادي هي الناس ديال محتوى السجون، وهادي هي سيدنا الله ينصرو، وهادي هي المولاي الحسن الله ينصرك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أما أنا إلى الأمام وكلنا في ذا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.
يحيى الملك يحيى الوطن، واحد اثنين رايتنا من دمنا ولونها من لوننا، إذ لم نموت على أرضنا دمنا بنايات الوطن. نكمل لكم نكمل لكم ولكن نكمل لكم باختصار، نحن الأسود في الوغى، هاهم الأسود، نصرع كل من طغى سبيل ملكي ووطني وبنت بلادي، نزيم كل من بغى ولا مشار للوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، إذا حلفنا قسما ألا نخون علما وأن نجود بالدماء لكون عن حيم الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن. ونقول لكم واحد حاجة، كنا نديرو هاد الأناشيد كامل في السجون، كلشي تيبكي وكلشي تيتبرش للهمو، لأن حنا ملي كان كيحكمو علينا الرؤساء وتيقولو لنا حكمت عليكم المحكمة، وكانوا تيقولو لنا حكمت عليكم المحكمة وسيرو، لا كتقول لنا حكمت عليكم المحكمة باسم جلالة الملك، تما كنا تنفرحو باش محكم اسم سيدنا مرحبا، وكان تيجيب لنا الوريكة وتحياتي ليه من القلب للقلب، ماشي صحاب الحلبوت، سيدنا مات معانا حنايا في السجون، شكون هو اللي موقف معانا؟ هو سيدنا. سيدنا، نحن الأسود في الوغى، نصرع كل من طغى، نزيم كل من بغى ولا مسرة للوطن. شتي واسيدنا نقول لك سمح لي، شتي هادو كاع اللي وزارة نهار تنوض شي حاجة يطيرو، حنا معاك والله لا طرنا، حنا معاك ونموتو عليك. والقتل اسيدنا وقف مع السجناء، السجناء التائبين وقف معاهم ضروري، مع خوك عبد الكريم اسيدنا بغا يصيب سنينات فوالو، خصك تشوف معايا. وتحياتي لك هادي بإسر صنظام، حتى نعرفوك اسيدنا تنت الدعابة، تحياتي الخموشي، تحياتي الناس ديال الإدارة، تحياتي الناس ديال الدوزيام كاملين، الرجولة التامة بدون أقسم لكم بالليل ولا عندنا بوليس واعري، والله ما يظلموك، والله ما يظلموك، سير في الطريق بعد من المشاكل وتعطوك فرصة في حياتك، أنا عطوني فرصة في حياتي فبدلت حياتي، شكرا لكم.